هلا فكره البروجكت انه احنا راح نكون سيستم بنعمل له سيميليشن بالسم باور سيستمز. هلا بداخل السيميلينج في عندنا شيء اسمه سيم سكيب. ناخذ سيستم كامل ونعمل له سيميليشن سيستم حقيقي ونعمل له سيميليشن كامل زي ما عملنا الكيس ستادي. ايه السيمسكيب بيحتوي على اسم في داخل السيمسكيب في سيم داينامكس في سيم الكترونكس في سم درايفز في اظن كمان هايدروليكس سم ميكانكس سم ميكانكس سم ميكانكس غير سم داينامكس ممكن ولا هي نفس الكلمه مكتوب ميكانكس بعرفش اذا في ميكانكس في هايدروليكس هلا باستعمال هذول باستعمال السيم باور سيستم بدنا نعمل سيميليشن كامله للسيستم. في مجموعه سيستمز انا بقترحها. هلا السيميليشن لازم يشمل الاشياء التاليه، لازم يشمل الباور سورس مثلا الباور 1 فيز او 3 فيز، يشمل طبعا الاكتويتر مثلا دي سي موتور، اي سي موتور او ستيبر مثلا. راح يشمل طبعا الفيربل سبيد درايف. فيدباك، إذا عندي فيدباك ديفايسز، هلا الفيدباك ديفايس عادة مش رح تبين، إذا ما إلها ترانسفير فانكشن رح تبين عمليا كأنها خط وفيدباك، إلا إذا إلها هي ترانسفير فانكشن مثلا، إذا هي مثلا فيرست أوردر سيستم أو فيها ديلي مثلا أو سكند أوردر سيستم، وبدك تنتبه إنه الفيدباك ديفايس كمان تشملها في السيستم وتحط الترانسفير فانكشن تبعتها. إذا عندي طبعا جير بوكسز، شفتوا الجير بوكس كيف إحنا فرجيتكم اياه المره الماضيه، بس حطيته انا على شكل 39، بس هو كان جير بوكس ريدكشن ريشيو. فاذا عندي جير بوكس بولي باور سكرو، هلا احنا ما استعملنا السم ميكانكس مزبوط، بس اذا تستعمل السم ميكانكس بامكانك كمان تدمجها وتدخلها مع السيستم، فبامكانك بداخل السيستم كمان تستعمل السم ميكانكس وتحط ترانسليشنال، تحط انواع مختلفه من الجويتس مثلا جير بوكسز بوليز باور سكرو. طبعا رح يكون عندنا اللود نفسه، لود ماس مثلا او انرشا، هاي رح يكون كلهم موجودين جزء من اللود. اذا في فريكشن طبعا الكنترولر مثلا بي بي اي بي دي فازي، تحب تستعمل مثلا الفازي كمان ممكن تستعمل التول بوكس. راح يكون عندنا الكينماتكس جنريتر، زي اللي شملناها بالكيس ستادي اللي فرجيتكم. طبعا بدك تحط سكوبس حتى تفرجي تو سي سكوبس وديسبلايز، طبعا حتى تسهل نقدر نشوف الفاليوز. الفرق بين السكوب، السكوب بعطيني ويف فورم اجينست تايم، الديسبلاي بس بعطيني قيمه كرام اذا كانه ال سي دي ديسبلاي. لازم تتاكد انه موجود عندك الاشياء هاي من اللود والفريكشن والجير بوكسز وانواع الفريكشن المختلفه في السيستم. هلا هون في هذا انا هون طالب لازم يكون اللوب كلوز لوب، لازم يكون السيستم كلوز لوب.
وتقدر تعمل موديلينج، تعمل اناليسيس كنترول سيستم. اناليسيس كمان بكون هذا ادفانتج بونص، اذا قدرت انك تعمل اناليسيس عليه وتعمل له موديلينج وتطلع ترانسفير فانكشن، او تعمل له مثلا نوع ثاني من الموديلينج وتشوف تدرس البرفورمانس تبعه، كمان هذا ادفانتج للسيستم. اذا بدنا نعمل الكينيماتكس، اذا بتقدر تعمل كمان جرافيكال يوزر انترفيس مثلا، بحيث انه مثلا اليوزر يدخل فاليوز معينه يخزنها. شوف هاي كلها اشياء بتعطيك بونس بوينت. كنترول سيستم اناليسيس، كمان اذا بدك تحاول يكون السيستم تبعك مبني، اذا بتقدر يكون مبني على سيستم حقيقي، تاخذ فاليوز حقيقيه من سيستم حقيقي، يعني تحاول تجيب بارامترز على السيستم حقيقي مثلا، وتدخل البارامترز والفاريبلز يكونوا داخلين عندك في الموديل. هلا الاشياء اللي بدنا نحاول نحللها، بدك تحاول تحللها في السيستم، تحلل مثلا اذا عندي، اذا كنت مثلا اخذته 3 فيز سيستم، جيد انك تحلل الكرنت درون فروم ذا، يعني هذا هون اناليسيز واوتبوتس. هذا الـ current drawn from the source. Speed. Load كمان position of the load. إذا بهمنا مثلا إذا التورك ريليفنت مثلا على سبيل المثال، تورك أو فورس، يكون في عندك ديسبلاي. هلا كمان بونس إذا بتقدر مثلا تحلل الباور فاكتور، وفي تولز موجودة بالسيم باور سيستم تقدر تعمل فيها الباور فاكتور، تقيس الريل باور. إيش تعريف الباور فاكتور؟ هذا بس لما يكون فيش عندي هارمونكس، لما يصير عندي هارمونكس بيختلف الباور فاكتور. أو إيش التعريف الصحيح للباور فاكتور؟ الباور ريل باور على apparent باور، ريل باور على apparent باور. فبنقضي شوية وقت، إذا حبيت بنقضي شوية وقت بعد هذا البروجكت بحكي عن الباور فاكتور كيف تطلع وتحسبه. الهارمونكس طبعا، الهارمونكس رح يكون إذا كان السورس اي سي 3 فيز اي سي، وكمان بونص حسب الانرجي كونسيومد، تحسب قديش الانرجي عماله بيستعمل وشو علاقه الانرجي والهاي. اوكي، لانه ميزه السيم باور سيستمز، شفتوا البيبل موفر اللي حكينا عن البيبل موفر، بامكانك انت مثلا تحط هون ميتر وتحسب تحلل الانرجي اللي بيسحبها هذا السيستم. اذا بتقدر تجيب ريل لايف كومبوننتس كمان، يعني تكون الفاليوز مبنيه على ريل لايف كومبوننتس، كنت حاول درست سيستم واخذت منه بارامترز. اوكي، اذا هاي مقدمة عن المشروع. هلا رح احكي عن 12 مشروع اللي انا حاكيهم هون، اذا انت بتلاقي شيء ثاني غير هذول 12 كمان حبيت انك تستعمله ممكن نحكي عنه.